تعالوا نروح لأهم عناوين حلقتنا النهاردة. الخطيب: يوم خسارة من الترجي هو الأسوأ في حياتي. الخطيب: من يرتدي قميص الأهلي لابد أن يتمتع بشخصية البطل. الخطيب لجماهير الأهلي: انتظروا تدعيمات قوية في يناير وهناك إعادة هيكلة في قطاع الكرة. محمد يوسف: الأهلي سيعود أقوى من قبل. الأهلي يستأنف ميرانو غدا استعدادا للوصل الإماراتي. برغم الخسارة الأهلي يتربع على عرش ترتيب أندية القارة السمراء. معسكر الفراعنة ينطلق استعدادا من موقعة برج العرب أمام تونس.